الإخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، متتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، كنت جاي من ميناء تيرا يوسف ودزت الإخوان على هذا الشاطئ ديال تيرا يوسف اللي من أجمل الشواطئ ديال الحسيمة. وقفت الإخوان هنا في واحد موقف، يعني موقف بانورامي، يعني واحد الموقف، واحد المنظر الجميل هنايا مع قرب غروب الشمس. وقفت واحد وقفة هنا الإخوان، وكنشوف الإخوان، نشوفوا مع الاحمرار ديال غروب الشمس، شوفوا الإخوان هذا الشاطئ ديال تيرا يوسف، من أجمل الشواطئ ديال مدينة الحسيمة، جوهرة الريف وجوهرة الشرق. من هنا الإخوان وقفت واحد وقفة وتنحاول نقربوا من هنايا، في واحد المنظر جميل جدا. وكان الإخوان كذلك واحد الطريق اللي كديكم لواحد المنتزه اللي كان هنايا، هو هذا، كان واحد الطريق كديكم ليه. وكملت الطريق الإخوان باش ندوز من الجنب ديال هاد الشاطئ غير عبر الطريق، وكملت الطريق الإخوان وطلعت مع دوك الجبال. وكما كتعرفوا مدينة الحسيمة راه كلها مدينة جبلية، مدينة وعرة، الناس اللي ما عندهمش خبرة في السياقة صعيب باش يسوقوا في هذوك المنعرجات، وكاين منعرجات خطيرة جدا، لا في العقبة ولا في الهبطة. هذا هو الإخوان شاطئ تيرا يوسف، هو هذا الإخوان. أنا جيت هنايا في الأواخر ديال هنايا ديال شهر 7، كان الشاطئ عامر الإخوان مع هاد العشية مع غروب الشمس، شاطئ مملوء عن آخره. وكملت الطريق الإخوان، طلعت مع هذوك الجبال تما وهذوك المنعرجات، وطلعت كذلك الإخوان حتى لواحد الموقف تما، هي واحد باش نقرب تاني المشاهدين من باش يشوفوا هذاك الكورنيش ديال صبادية، واحد المناظر جميل جدا هنا في مدينة الحسيمة. الإخوان هاد الشاطئ ديال تيرا يوسف لأول مرة كنجي نشوفه، لأنه كنجي للحسيمة باستمرار وما عمرني عرفت هاد الشاطئ كاين هنا، غير كنسمع به، ما عمرني عرفته ولا عرفت الطريق اللي كدي ليه. حتى لهاد المرة تحت لي الفرصة الإخوان المشاهدين باش نجي نشوفه. كنجي من الميناء تما ديال الصيد، ودزت الإخوان من هنايا من هاد الشاطئ على الجنب ديالو، شاطئ جميل، وكما كتشوفوا معنا الإخوان هنايا على جانب الطريق. وكملت الطريق ديالي الإخوان في هاد العقابي ديال الحسيمة، اللهم بارك. دقة دقة وما تجريوش الإخوان، سيروا بشوية عليكم، بروميان دوزيام، طلعوا بشويه باش ما تسخنش لكم السياره، راه كاين اللي ما كيعرفش يطلع في هاد العقاب هادو كيسخن السياره غير هو بوحدو. هنايا هاد العقبه الاخوان، هاد العقاب راهو كلهم الحسيمه راه فيها العقبات، لانه الانسان اللي ما كيعرفش يسوق في العقابي وراه صعيب عليه باش يسوق من هنايا، يا اما يسخن الطوموبيل يا اما توقف ليه في العقبه ما يقدرش يطلعها، ولا كان هابط يا اما يسخن الفران يا إما يهبط الحافة. نتمنوا السلامة للجميع مستعمل الطريق، سيروا غير بشوية عليكم، الطريق راه فيها بعض الأشغال والطريق فيها منعرجات خطيرة جدا. هانتوما شوفوا الإخوان، أنا دابا طالع في هاد العقبة، هذا فيراج كيلاقيك مع فيراج آخر، طالع كاين فيراجات اللي تيكونوا ضيقين بزاف، بحال دابا هاد المنعرج هذا ضيق بزاف، خصك تحاول دير بروميان وتم طالع بشويه باش ما تسخنش الطوموبيل، ما تكسيريش عليها. انت شوفوا الاخوان، فيراج خطير هذا، غير كتسرع شويه كتلعب ثاني تلقى الفيراج الاخر، هي طالعين هذه الاخوان دابا طالعين عقبه، وغنعاودوا نهبط الاخوان باش تشوفوا معايا في ربما في فيديو اخر ان شاء الله غادي نحطوا ديال الكورنيش ديال صبادية. دابا هنا رانا غادي الاخوان في هاد المنعرجات، طريق سلامة للجميع، وخليكم مسافرين معايا، خليكم منظرين معايا، حسيمة جميلة، جا
جميلة جدا، فيها ما يتشاف، فيها ما يدار. الحمد لله الإخوان كل شيء موفر فيها، المأكولات يعني، السكن كل شيء موفر. حتى اللي عنده سيارة يمكن اللي يسكن في بلايص أخرين، مناطق خارجة شوية على الحسيمة ماشي بزاف، فيها الديور للكراء موجودين موفرين بكثرة. إلا لقيتي الفنادق عامرين، كاينين دور للكراء مفروشة، راه ملي تدخل من أجدير وقبل من أجدير وانت كتلقى في التليفونات وفي الطريق وداك الشيء، يعني راه ما عندك حتى إشكال، وكل شيء موفر فيها يعني الإخوان. وبالنسبة للماكلة راه ما كاينش شي غلا في حسيمة، ماكلة عادية بثمن جد مناسب. وخليكم مسافرين معايا، خليكم تنطلع الفوق ونوقف الإخوان ونقرب المشاهدين الكرام من دوك المنحرجات. يا سلام على مناظر تما، طريق السلامة. نتمنى لجميع مستعمل الطريق مستعمل هذه المنحرجات ديال الحسيمة. انا طلعت الاخوان، انا وصلت لهنايا، ها انتما تشوفوا هذا الباركين هنايا، راه موقف بانورامي، الناس كيوقفوا هنايا وكيلقوا واحد النظره على هذا الكورنيش ديال صباديه وداك المنعرجات. يا سلام سلم. ها انتما الاخوان تشوفوا، شوفوا الطريق، هذوك المنعرجات راه مازال غنهود معاهم الاخوان، هذوك من تما غادي نهود باش نقربكم شويه من كورنيش صباديه. شتوها كورنيش صباديه؟ هذيك العقبه وهذيك المنعرجات من تما غنهود. انت ما شفتوا الاخوان، انا كنقرفكم شويه. الحسيمه راه مدينه جبليه فيها بنايات رائعه في المستوى، ولكن فيها طرقات خطيره يجب توخي الحيطه والحذر للناس اللي ما كيعرفوش يسوقوا ولا باقيين مبتدئين، ما يغامروش في هاد الجبال هادو. خلوا الناس الحريفيه اللي كيعرفوا يسوقوا يتمشاو بشويه عليهم فهاد المنعرجات هادو، راه منعرجات خطيره. وراه كاين العقبه الاخوه، راه كاين شي عقابي واقفين، راه الا ما كانش عندك نت سياره مزيانه مليحه ما تقدرش تطلع مع دوك العقابي. انتما تشوفوا الاخوان شفتوهم كيفاش داير الكورنيش. يا سلام. وخليكم معايا الاخوان حتى نهبط تمايا ان شاء الله الكورنيش، ونحط لكم واحد المقطع تاني مع داك الكورنيش ديال الصباديه من البدايه حتى النهايه ديالو، شيء جميل وشيء رائع جدا الاخوان. هنا الاخوان بالقرب منه كاين واحد لابلاج ديال الرمود، كاين واحد لابلاج صغير تما. تحيه لكم جميعا الاخوان، ما تنساوش دعموني باشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ما تنساوش الاعجاب ومشاركه القناه فضلا وليس امرا. خليكم مسافرين معايا في مدينه الحسيمه، تحياتي لجميع المتابعين داخل الوطن وخارج الوطن، فرجة ممتعة إن شاء الله. شوف الاخوان على غروب الشمس، يا سلام على البحر ديال الحسيمة، يا سلام.